ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أقدم إمام مسجد على إنهاء حياته بطريقة مروعة بعد قتل زوجته وإشعال النيران في منزله بدوار تيحونا بجماعة إموزار إدوتانان عملة أكادير إدوتانان. الحادث الذي وقع فجر يوم الاثنين جاء بعدما أقدم الجاني على وضع حد لحياة زوجته وبعدما قام بإشعال النار في المنزل الذي يقطن به والتابع للمسجد قبل أن يقدم على الانتحار برمي نفسه داخل مطفية ليعثر عليه بعض المصلين جثة هامدة، كما عثروا على جثة زوجته بإحدى الغرف بالمنزل وقد فارقت الحياة. هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث حلت بعين المكان عناصر السلطات المحلية والدرك الملكي، حيث فتحت تحقيقا في النازلة انتهى بنقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإجراء التشريح الطبي. أدوار تحونا المشاكل الغسل ضرب ربي السلامة سيد تمرجيت لا فيت ختم سيدة حسبنا الله ونعم الوكيل. هاتي مسجدة تفتح سيدة مسجدة يبدا الخير هذاك يبدا المصيبة الزمة تلغي انتي تربي ثلاثة سنين تدور ستين سن تحرك السيدة وقلسان ايه هو المسكين معاه كويان لما سمعان يدر خلط فيا يدر ما سنطلط فيا داخل اللي بدنا تتربط فيتي مسجدة تياه اي داخل اللي بدنا.